الجود والكرم، رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه إلى يوم الدين. مما يستتبع شؤون السيرة التي أكرمنا الله تعالى في هذا العام ببسطها وتفصيلها تفصيلا موسعا، ما يسمى بالشمائل النبوية المحمدية صلى الله وسلم على صاحبها. والشمائل نوعان، الشمائل يعني ما يشتمل عليه الإنسان، نوعان: شمائل خلقية، خلق، منظر، هيئة، وشمائل خلقية أي صفات. وكلاهما كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما الحظ الأعلى والنصيب الأوفر. آتاه الله تعالى حسن الهيئة بما لا مزيد بعده، وآتاه الله سبحانه وتعالى حسن الخلق بما لا مزيد بعده. وهذا قد ذكره أهل العلم بتفاصيل كثيرة عبر العصور. ومن أجمل وألطف ما جمع في هذه المسائل ما جمعه أحد أئمة الحديث المتقدمين، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى المشهور صاحب السنن، في كتيب صغير قديما كانوا يسمونه جزءا، سماه الشمائل المحمدية، وذكر فيها كثيرا مما أسرده أو سأسرده لكم أو أكثرها. وكذا جاء أهل العلم ممن اشتغل بالسير وجمعها فذكر تفاصيل كثيرة. من أفضل ما جمع أيضا ما جمعه الحافظ ابن كثير في سيرته التي قلنا أنها ملحقة أو هي ضمن كتابه البداية والنهاية. وللعلم يا أيها الإخوة، فإنه قد ألفت في السيرة الطيبة بمجملها بما يشتمل على الشمائل والسيرة التي سقناها كتب كبيرة ضخمة كثيرة عبر العصور. فبعض الأحبة كان يسألني من أي كتاب تمضي في شؤون السيرة؟ هناك عشرات الكتب، لا أبالغ في هذا، عشرات الكتب التي ألفت في السيرة قديما وحديثا، وبعضها يبلغ 20 مجلدا. كتاب واحد في السيرة يبلغ 20 مجلدا، وغيره وغيره من الكتب المتقدمة والمتأخرة. قلنا إن من فضل الله تعالى علينا في هذا العام أن بحثنا بتفاصيل كثيرة، وفي كل عام يمن الله تعالى علينا بزيادة. منذ 3 سنوات نعم كانت دروس السيرة قد بلغت 20 و100 درس، 120. في العام الماضي بلغت 50 و100، 150. في عامنا هذا من فضل الله زادت على 180 درسا من فضل الله سبحانه وتعالى. وليس هذا منا في شيء، وإنما صاحبها هو الذي عطرها صلى الله عليه وسلم. فأحببت كما أشرت أن أسوق شيئا يسيرا بسيطا من هذه الشمائل الخلقية أي الهيئة والمنظر، ثم أتبعها بشيء من الشمائل الخلقية، ونختصر اختصارا ونمضي على أشياء مهمة مفيدة نافعة بإذن الله تعالى. من هذه الشمائل ما ذكرته السيدة أم معبد رضي الله عنها الخزاعية، تلك التي مر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته على خيمتها. تذكرون القصة الشهيرة، وأنشد في ذلك: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. لما مضى سيدنا رسول الله ورفقته من عندها وجاء زوجها، سألها: أحدث حادث؟ أمر بك أحد؟ فقالت: نعم، مر بي رجل مبارك. وذكرت له أوصافه، وذكرت كيف مسح على ضرع الشاب
فدرت وكانت لا تحمل شيئا من هزالها، وذكرت له أوصافه في كلام بليغ جميل طيب أخرجه الإمام البيهقي والحاكم وغيرهم. قالت السيدة أم معبد: وقد أسلمت في الراجح هي وزوجها أبو معبد رضي الله عنهما. قالت: مر بي رجل ظاهر الوضائع، الوضائع أي الجمال، ظاهر الوضائع، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. الثجلة هي كبر البطن أو كبر الرأس، أحيانا قد يكبر البطن كثيرا فينظر الإنسان مستهجنا لهذا المنظر، وأحيانا قد يكون الرأس كذلك، الرأس كبيرا أيضا، قد ينظر الإنسان إلى هذا فيجده دون التمام. لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. الصعلة عكس ذلك، صغر الرأس جدا، لا كبر الرأس جدا جميل ولا صغر الرأس جدا جميل، لا هذا ولا هذا، بل متوسط. وسيم قسيم، وسيم عليه هيئة الجمال، قسيم أي ملامحه كلها تدل على اللطف والجمال والكمال. في عينيه دعج وفي أشفاره وطف. في عينيه دعج أي شدة سواد الحدقة، كانت عيناه صلى الله عليه وسلم سوداوان فسوادها شديد من الداخل. وفي أشفاره وطف، الأشفار هي ما نقول لها الرموش، كانت طويلة، وهذا أيضا من معالم الجمال. وفي عينيه دعج وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل. الصهل بحة يسيرة، الصوت كان له صلى الله عليه وسلم بحة يسيرة، ليست كبيرة، يسيرة، وهذا أيضا يعطي شيئا من الجمال للصوت. وفي عنقه سطع، السطع هو الطول، أيضا ليس الطول المزري لصاحبه، ولكن في العنق الرقبة شيء من الطول، سطع. أحور، الأحور هو شدة بياض العين في المكان الذي فيه البياض وشدة السواد في السواد. منذ قليل قلنا في عينيه دعج وكما أشرنا شدة السواد في الحدقة، الآن أحور الحور، وكانوا يتمدحون به، إن العيون التي في طرفها حور. أحور شديد بياض العين في مكان البياض، شديد السواد في مكان السواد. أكحل، أكحل من غير كحل صلى الله عليه وسلم، وكان رغم ذلك يتكحل صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس دوما. عيناه كحلاوان بدون كحل أو كحل عليه أفضل الصلاة والسلام. أزج، أزج أي مقوس هذه التي نطلق عليها نعم الحاجبين، أزج يعني مقوسهما، ليستا هكذا مستويتين ولا شديدتي الانحناء، وإنما منحنيتان بشكل لطيف. أزج. أقرن أي شعره كثيف في حاجبين، شديد سواد الشعر، شعره شديد، سواده سواد مظلم. إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء صلى الله عليه وسلم. إذا صمت علاه الوقار الهيبة، ولكن هيبته ليست ظلما أو فرض سطوة اعتداء على الناس. تذكرون ما حدثتكم به يوم فتح مكة، يوم أن جاءت امرأة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت ترتعد من الخوف، شعر جسدها وبدنها، قال: هوني عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني أمي فقيرة وأنا فقير وأنا من البسطاء، لست من المستكبرين الظلمة المعتدين، هوني عليك صلى الله عليه وسلم.
إذا صمت عليه الوقار، وقار هداه الله تعالى إياه كما قلنا بلا ظلم ولا اعتداء، وإن تكلم عليه البهاء. كثير من الناس قد يتكلمون وقد يكون كلامهم جميلا، لكن تقول يا أخي ما يعجبني المنظر. لا، إن تكلم عليه البهاء فكل من نظر إليه جذبه بكلامه. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأحلاهم من قريب. نظر بعيد أو نظر قريب يجذب عين الناظر إليه. حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هدر، كلامه فصل ليس نذرا ولا هدرا. النذر يعني قليل جدا بحيث لا يفهم. أحيانا بعض الناس يتعمد قلة الكلام ويختصر اختصارا حتى يكون كلامه أشبه بالألغاز، وهذا ليس ممدوحا. أفهم كلامك وبينه للناس حتى يفهم منك كل الناس. قال لا نزر، ليس قليلا جدا كاللغز تحتاج إلى أن تمعن شهرا كي تفهم ما المقصود بهذا الكلام، ولا هدر. عكسهم بعض الناس من يطيل ويطيل ويأتي بالجملة ترادف الجملة التي قبلها وكذا وكذا حتى يمل السامع هذا الكلام. لا هذا ولا هذا، كأن منطقه، سبحان الله تعبيرها عجيبة للمرأة الصالحة، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن. إذا جمع الإنسان عقدا من اللؤلؤ الجميل ثم جعل يحرك هذا العقد فينظر كيف تلتمع هذه الخرزات، أي حبات اللؤلؤ التي في العقد، كأن كلامه يلتمع التماعا فيشد الناس إليه. ترى الناس كلهم مقبلين عليه صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، يتلألأ ويتحرك فيجذبن نظر الناظرين وسمع السامعين. رابعة، لا تقحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول. الرابعة هو المتوسط بين الرجال، لذا علقت فقالت لا تقحمه عين من قصر. القصير جدا قد ينظر الناس إليه، وهذا خلق الله، لكن قد ينظر إليه الناس بنظر استصغار. لا تقحمه عين من قصر، لكن هل هو طويل جدا؟ أيضا لا. ولا تشنأه من طول، أيضا يقول المفرد قد يعيب الإنسان. لا هذا ولا هذا، لكن ورد في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الطول، أقرب. وعجيب أيضا ما أخرجه البيهقي أنه كان إذا مشى بين أصحابه رآه الناس أطولهم وليس هو بأطولهم. هذا مما أتاه الله تعالى إياه. غصن بين غصنين، يعني متوسط في الهيئة في كل شيء، فهو أنظر الثلاثة منظرا. قال أي ثلاثة؟ تعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وعامر بن فهير رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي رافقهما في الرحلة. وتذكرون أنه كان معهما رابع، تذكرون من هو؟ اليهودي اللي في الطريق، عبد الله ابن أريقط الدليل، الغير المسلم أو غير المسلم الكافر الذي كان دليلا للطريق. فهم أربعة، وقد ذكرت ذلك في حينه، قلت إنهم كانوا في الرحلة أربعة، سيدنا رسول الله ومعه أبو بكر ومع أبي بكر خادمه عامر بن فهير رضي الله عنهم، والرابع هو دليل الطريق ولم يكن مسلما ولا أسلم فيما بعد، هو عبد الله بن قريظة. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قالوا استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. محشود محفود، محشود أي يحتشد الناس ليرى ويسمع، ما هذا؟ شيء يجذب ويظهر، هذا محشود. محفود أي يحتف به الناس أيضا ويحيطون به، لا عابس
ولا مفند. أحياناً قد يكون في الإنسان شيء من الفطرة ولكنه لا ينبغي أن يستمر على ذلك، من طبعه أن يكون فيه شيء من العبوس. فإذا أقام الله تعالى الإنسان في مقام جعله منظراً للناس، يعني يكون مرجعاً لهم في شيء من الأشياء كعالم أو طبيب أو غير ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون العبوس ديدنا. وبالمقابل بعض الناس تراه دوماً فاتحاً فقط تغرق وفاء، فتظن أن في عقله شيئاً من الجذب أو الجنون، وهذا أيضاً لا ينبغي. يعني التبسم الزائد دائماً هذا لا يكون. قد يقول قائل أليس كان صلى الله عليه وسلم يتبسم كثيراً؟ نعم، لكن تبسماً في موضعه ولموضعه. أما كما قلنا هكذا فتح الثغر بشكل دائم قد يدل على ضعف في العقل، لا هذا ولا هذا. هذا وصف أم معبد. أما علي رضي الله تعالى عنه أيضا فيما أخرجه الطبراني والترمذي وغيرهما فقال: لم يكن بالطويل الممغط، أي شديد الطول، ولا القصير المتردد. هذه ذكرتها أم معبد. مما لم تذكره قال: ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط أو السبط، يعني شعره لم يكن متجعدا جدا مجتمعا على بعضه، ولم يكن أيضا سلسا، هذا هو السبط، يعني سلسا جدا مرتقيا، كان وسطا بينهما بين الجعودة والسبط والسهولة في الشعر. قال: ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم. المطهم هو شديد السمن، لم يكن كذلك، ولا المكلثم الذي يكون وجهه مستديرا كأنه دائرة، ليس كذلك. وكذا سألوه يوما أو سألوا غيره من الصحابة: فهل كان وجهه مثل السيف، أي متقاولا جدا؟ إذا كان علي رضي الله عنه يقول: ليس وجهه بالمكلثم أو المطهم، يعني مستديرا جدا. فهل كان مثل السيف، يعني حادا طويلا جدا؟ أيضا لا، كان للاعتدال. وكان أبيض مشربا، أبيض في أصل خلقته، لكن كثرة أسفاره وكثرة خروجه وتعرضه للشمس لاحت عليه شيء من ملامح الشمس وتأثيرها. قال: دقيق المسربة. المسربة هي الشعر الذي يكون في صدر الرجل الذي يمتد من أعلى الصدر إلى البطن إلى السرة. دقيق المسربة، له شعر هنا لكنه دقيق ليس خشنا جدا. شثن الكفين والقدمين، وهذا شيء كانت تتمدح به العرب. شثن أي ضخم، الكفين والقدمين صلى الله عليه وسلم كانت تتمدح به العرب. شثن الكفين ضخامتهما كانوا يتفاءلون بها على كرم هذا الإنسان، وضخامة القدمين كانوا يتفاءلون بها على قوته وشدته وصبره وتحمله. قال: إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب. طبعا سبحان الله، كلامهم رضي الله عنهم كلام عربي بليغ يحتاج في كثير منه إلى تفصيل وشرح. إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب. تقلع يعني كان مشيه أقرب للسرعة، كأنما يمشي في صبب. الصبب هو المنحدر، الطريق المنحدر. إذا مشى الإنسان في المنحدر شاء أبا سيسرع، لأن المنحدر يعني يجره جرا إلى السرعة بالمشي. فهو صلى الله عليه وسلم لا يمشي في المنحدر، يمشي في الطريق المستقيم، لكن مشيه فيه سرعة، دليل على القوة والرجولة. كان أصحابه رضي الله عنهم يجهدون أنفسهم ليلحقوا به وهو غير مكترث. يعني ليس هذا تظاهرا منه أو شدة كما قد يفعل بعضنا، يعني يمشي بسرعة فيظهر عليه تختلج أوداجه وتحرك أجزاءه، لا لا لا، وهو غير مكترث، مشيه في نفسه في خلقته كان مشيا سريعا كأنما ينحدر في صلاة. وإذا التفت التفت جميعا،
إذا ناداه رجل فقال يا رسول الله يا محمد، يلتفت إليه بكله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه وكرمه عليه الصلاة والسلام. كثير منا لا يفعل هذا الحقيقة، يعني إذا قاله، وهذا غالبا قد ينشأ من شيء في الإنسان، قد يكون كبرا أو غير ذلك. من يفعل هكذا؟ من ناداه صغيرا أم كبيرا، رجلا أو امرأة، يلتفت إليه بكله. تفضل، ماذا تريد؟ التفت إليه بكله، دليل حسن خلقه وكرمه صلى الله عليه وسلم. قال بين كتفيه خاتم النبوة، وقد أشرت لكم يوما إليه، هو قطعة لحمية مدورة صغيرة عليها شعرات ناتئات، لونها أقرب إلى اللون البني. أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ومن سيرى مثله عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله. قال: وقال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء. الحلة كما قلنا تنطبق على قسمين، رداء من الأعلى وإزار من الأسفل، في حلة حمراء لم أرى شيئاً قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت الربيع بنت معوذ، أو الربيع رضي الله عنها صحابية، الربيع بنت معوذ قالت: إذا رأيته رأيت الشمس طالعة في وسط النهار صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: رأيته في ليلة إضحيان. ليلة الإضحيان هي الليلة التي يكتمل فيها القمر، ليلة النصف. فجعلت أنظر إلى القمر وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لهو عندي أحسن من القمر. السيدة عائشة رضي الله عنها تروي أيضا كما روى عنها عدد من أهل العلم: رأته يوما يخصف نعلا. واسمع بالله عليك، يخصف يعني يرقع حذاءه بيده صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه لله بيده. فنظرت إليه وكانت تغزل، فجعلت تبرق أسارير وجهه، فلما رأته بهتت وقالت: والله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره من غيرك، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلي. تنظر ما هذا، يتعرق عرقه صلى الله عليه وسلم حينما يتحدر، كأنه اللآلئ تتحدر وتمشي. وكان أبو بكر إذا رآه يقول رضي الله عنه: أمين مصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام، ابتعد عنه الظلام فكله ضياء. وكان عمر رضي الله عنه ينشد قول زهير، يعني ابن أبي سلمى الشاعر الشهير، في هرم ابن سنان، وهو رجل مدحه بقصيدة طويلة، قال: لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء لليلة البدر. قال: وكان كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤيا النور أو رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه. ثنايا هي الأسنان، كالنور يظهر من بين أسنانه. وقال أنس رضي الله عنه، وهو الذي خدمه 10 سنوات، وحدث فقال لما سئل: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان إذا أرسلني في الحاجة أرى الأولاد يلعبون فأمضي معهم وأتأخر، فأجيء إليه فيقول: يا أنيس، ويأخذ بأذني يعرفها.
هكذا تحببا صلى الله عليه وسلم وهو خادمه. يا أنيس أين أنت؟ أين كنت؟ سبحان الله. يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بات يوما أو ليلة عند امرأة من أهله فعرق، فجاءت المرأة بشيء بقطعة من الخرق فجعلت تنشف هذا العرق، ثم تأتي بقارورة فتعصر العرق في هذه القارورة. فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فنظر إليها: ما تصنعين؟ قالت: يا نبي الله آخذ من عرقك فهو أطيب الطيب، فإذا تزوجت بعض نسائنا حليتها من عطر تتعطر به يوم زواجها. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه أيضا: أخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك صلى الله عليه وسلم. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: مسح قدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جبنة عطار. العطار بائع العطر، والجبنة هي المكان الذي يخلق فيه أنواع العطور ليستخلص أطيبها، فكأن يده صلى الله عليه وسلم أخرجت من هذا المكان الذي كله طيب ورائحة تخلب الألباب عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا شيء يا أيها الأحبة من صفاته الخلقية، فأما صفاته الخلقية فلعلنا نمضي معها غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يكرمنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته وشفاعته. الحمد لله رب العالمين.